أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ننقل لكم الآن وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لرعاية المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس لجياد الإنتاج المحلي، وذلك في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية. محمد بن نايف بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في هذه اللحظات، وأصحاب السمو الأمراء والمهتمون برياضة الفروسية السعودية في هذه اللحظة، الكل يستقبله بحفاوة وترحيبا في هذه المناسبة الغالية، هذه المناسبة الكبيرة، هذا الكرنفال الفروسي الكبير على كأس المؤسس، كأس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، تاج البطولات وأغلى البطولات كيف لا، وهي تحمل هذا الرمز الذي وحد المملكة العربية السعودية ولما شتات الأمة تحت راية واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الراية أيها الإخوة والأخوات التي سنبقى تحت ظلها أبد الآبدين بإذن الله تعالى. وكما تشاهدون الآن مشاهدين الكرام، سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه يشرف رياضة الفروسية السعودية، فمرحبا بكم يا سيدي في عرين الفروسية، مرحبا بكم يا سيدي وأنتم تشرفون هذا الصرح الشامخ، ميدان المؤسس، عرين الفروسية، ميدان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. أهلا بكم يا سيدي، أهلا بكم يقولها لكم الصغير والكبير في هذا الميدان في رياضة الفروسية السعودية. أهلا بكم يا ملك الحزم والعزم، أهلا بكم يا ملك القلوب، أهلا بكم يقولها كل صغير وكبير، كل ذكر وأنثى يحضرون هذه المناسبة ويشاهدون هذا اللقاء وهذا التشريف في عرين الفروسية في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في كأس المؤسس، أغلى البطولات وتاج البطولات التي ينتظرها الجميع هنا في هذا الميدان. أهلا بكم يا خادم الحرمين الشريفين، أهلا بكم بين أبنائكم في عرين الفروسية في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية. السلام الملكي. وهكذا عزف السلام الملكي في هذا التشريف الغالي من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية في هذا الكرنفال الفروسي الكبير، الحفل السنوي الكبير على كأس المؤسس، كأس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه. إذن في هذه اللحظات المباركة وهذا التشريف الملكي الكريم من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية، ملك الحزم والعزم، ملك القلوب، الملك الصالح، الملك سلمان بن عبد العزيز قائد الأمة العربية، فأهلا بك
يا قائد الأمة العربية في أرض الفروسية، حللتم أهلا يا ملك الحزم والعزم في هذا الميدان، ميدان المؤسس البطل العظيم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، طيب الله ثراه في هذه الأمسية الفروسية الكبيرة، وأنتم تشملون برعايتكم حفظكم الله لهذه المناسبة الغالية. أهلا بكم سيدي، أهلا بكم بين أبنائكم ملاك ومدربي وعشاق الفروسية السعودية، أهلا بسيدي سمو ولي العهد، أهلا بسيدي صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز، أهلا بكم حفظكم الله ورعاكم وجعلكم ذخرا لهذه البلاد لترتقي إلى منصات العلا بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، أيها المشاهدون الكرام، في هذه اللحظات نستعد للشوط الرئيسي، كأس المؤسس، كأس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. وكما تشاهدون الآن الاستعدادات من الجميع، المدربون والخيالة وكذلك الملاك لخوض غمار هذا الشوط والفوز بكأس المؤسس الذي يتمناه الجميع. وأنقل الميكروفون في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، نقلنا لكم وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية إلى ليرعى المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس لجياد الإنتاج المحلي، وذلك على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية في الرياض، والذي خصص له شوط السباق العاشر.